مشاهدي قناة شفتي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الرباط من واد أبي راق راق الشهير هنا بالعاصمة الإدارية، عاصمة ثقافية، عاصمة الأنوار هنا بمدينة الرباط. كنشوف واد أبي راق راق اللي هو كيتعتبر وجهة سياحية اللي كيقصدوها العديد أو الآلاف من المغاربة سواء لداخل أرض الوطن أو لخارج أرض الوطن. كنشوفوا الآن رغم نهاية العطلة الصيفية، ولا رغم ذلك كنشوفوا باقي إقبال على واد أبي راق راق من طرف يعني الساكنة المجاورة للمدينة اللي كيقصدوها من أجل الاستمتاع بجمالية هذا المكان. هنا غنتكلموا على تراجع نسبة المياه بواد أبي رقرق، تراجع اللي هو ملحوظ، وكيف ما قال زيدان عنده علاقة بالمد والجزر طبعا، يعني البحر كيف ما قال لنا السيد هارب، يعني البحر راجع من بعد يعني ترجع المياه لمجاريها. هنا كنشوفوا يعني نسبة المياه اللي تراجعت أو اللي تراجعت على من أولى نسبة تراجع المياه في واد أبي رقراق اللي هي ملحوظة، اللي طبعا هاد الواد اللي هو كيربط بين مدينة أو كيفصل بين مدينة الرباط وسلا. الآن كنشوفوا يعني ما بقاش يعني واحد الحاجز بصري بين المدينتين، يعني من قبل فاش كان الواد عامر يعني كان تقدر أنك كيحجب الرؤية أولى كيصعب أنك تفصل بين المدينتين. الآن كتعتقد راسك أنك في يعني في مكان اللي هو ما بعيدش بزاف او لما كيفصلش بين مدينتين، فهو كيفصل فقط بين شارع او شارع او حي او بين حي. هنا قوت يعني تراجع نسبه المياه او لا نظرا لتراجع نسبه المياه. هنا غادي نشوفوا داك الحجر، غادي نلقاو يعني الاثار ديال نسبه المياه فين كانت اخر مره، وهي راه كتكون حتى اكثر. هنا كنشوفوا يعني تراجع ملحوظ ديال صبيب المياه او نسبه المياه في واد ابي رقرق. هذا الواد هذا المكان هذا اللي هو كيتعتبر وجهه سياحيه اللي كما قلت كيجيو ليها كل الالاف من المغاربه في كل عطله صيفيه اللي كيستمتعوا بجماليه هذا المكان، خصوصا عشاق لعبه الكاياك والجيتسكي اللي كيكون اقبال عليها كبير وكبير. الان طبعا احنا كنتواجدوا في نهايه عطله الاسبوع يوم الاحد، رغم ذلك كنشوفوا انه كاين باقي العديد من المغاربه اللي او الاشخاص اللي كيسكنوا قرب لهذه المنطقه هذه، كيف ما قلت نظرا اليوم نهايه عطله الاسبوع اللي باقيين كيجيو كاين عليها اقبال. فكتعتبر هذا الواد هو وجهه سياحيه اللي دائما كل عطله صيفيه كتستقبل الالاف من المغاربه او الاجانب، سواء المغاربه اللي كيتواجدوا في ارض الوطن او اللي كيتواجدوا خارج ارض الوطن. هنا تنشوفوا الساكنه اللي كتواجد في المنطقه المجاوره او اللي كيتواجدوا في مدينه سلا اللي كيقطعوا هذا الممر هذا. فكان واحد الشخص من قبل كان يعني سالني وقال لي يعني علاش رغم البنية التحتية اللي هائلة هنايا في واد أبي رقراق والإمكانيات الضخمة اللي كاينة، علاش ما يديروش واحد الممر لأن لتذكير أن الساكنة ديال سلا وديال الرباط باش يقطعوا الوجهتين خاصهم يمشيو عبر هاد الباتويات هادو، خاصهم أو هاد الباتويات خاصهم يمشيو يقطعوا فيهم. يعني هنا كان سقساني واحد الشخص قال علاش زعما ما يديروش واحد الممر اللي يكون كيربط بين الوجهتين بحال هذا يكون مستمر لهنا، ولكن هذا هو الجماليه ديال واد ابي رقرق. هنا كتكمل الجماليه في هاد الباتويات اللي كاينين هنايا، في هاد القوارب اللي كاينين هنايا، يعني هاد القارب هذا كيعطي جماليه اكثر لواد ابي رقرق، وكتبقى داك اللمسه ديالو باش الواحد يقطع من سلا للرباط او من الرباط لسلا لهنا خاصو يستعمل هاد القوارب هادو اللي كتزيد جماليه ديال المكان اكثر فاكثر. يعني لو داروا واحد الحاجز، اول حاجه الا داروا حاجز يعني ما كتبقاش لك اللمسه الخاصه ديال واد ابي رقرق اللي كيربط بين المدينتين. حميد هادشي راه من زمان شكرا سي حميد على الملاحظه ديالك، واو ملاحظه قيمه.